طريقة عمل النفط. يأتون بالتالي. طريقة العمل تمزح مس. تمزح مس يعني على اللجان الفيديائي. الامر احنا عملنا هكذا، عدة اوامر في التصاميم. يمكن نخليه يحفر حفر. بس ما يطلع شيء. دارس. انا يبدو لك المكتب. يعني وهذا احنا من هنا تسوي لها الاسمه دخل البلش عام ايوه تضبط هذا تحدد كذا وزنها الوزنيه التي على اللوط او على الكبل من بدايه الشكل يا اخي انا اختلع عن صعب انا قاعد اعيش فيها ها اختلع عندي على طول عيني وين احسن ان ننقش على الهال ولا على الانديل؟ من اي ناحية؟ على النقش نفسه. اكيد على الخشب، على الانديل ولا الخشب. وده لو اسلوب الانديل هذا يعني كرتو نجم يوقع وهذه نفس العمل اللي بتشتغلها هي؟ هذا يعني هذا كيس كيس اسمه سلت حاجه تحفه طبيعه بكم هذه تبيعها؟ لكن بنزل معارض ولا محلات ولا مراكز يعني قصرتها هي معارض قصرتها حق من 7 ساعات جميلة عمل ضمضة يعني اقول لك لو يعني عاد باقي ترتيب احسن منها من داري من دي من كل اشتغل ودي له عندي وانا ادهن لك وانا اضم لك الامور والله معيدة حان ممتاز باقي المصاحف صح؟ وعاد باقي غير هذا الكراسي المصاحف. كراسي المصاحف؟ ايوه.
هذا ما هو؟ هذا في نفس الطاولة. ها نفس هذا؟ ما نفس الطاولة. ها والله كنت أقول إنه فرزي. نفس الكلام. وهذه ما هي تجربة؟ قلتها. طبيعي ها طبيعي لازم بالماكينه هذا اخذ الركب واخذ انت يعني تقرون ذا قبل كذا ويتماسك هاي انا اقول والله واحد يعمل من الاول وجد الحين على الغرب انا اقول لك انا ما ابي ذا الذي يمسك جاي ما ابي والله يشغلها ويشغل ابوها. وانا اقلبها والله ما أجملها ما أجملها ما أجمل الحكاية والريشة تختلف من الريشة للريشة ولا نفس الريشة كرسي ولا يعني تختلف الرياج لها أنواع ما هذا شوف هذا صغيرة ثلاث عامل لي هذا هذه أربع عامل لي يعني هذه الأندية عادي عادي كله على حسب النكشه يعني النكشه هذا صح جاب له الاربعه بس بعضهم يجي الثلاثة مليم يعني النكشه صغيره هذه حد صغار متداخله تضطر انك تركب لها من هذا بس هذا لا هذا ثلاثة أربعة هذا أربعة يعني هذا الريش يعني هذه ما استخدمها في الماكينة ها؟ هذه كل ما استخدمها في الماكينة يعني أيوة في الماكينة هاي أعمال خاصة مثلا الحلية إذا مع الحليات هاي في ولها ريشة مخصصة تشتغل أكريلي أكريلي تيب تيب ها ها حقت عيلة الآن الكريك والثانية وهذا شيء نزاع البلاستيك والزجاجي هذا اشتغلها نفسها اشتغل يعني ما هيش إلا خشب ها مش خشب يعني حتى البلاستيك حتى مثلها ما يسموه هذي بيصنعون المحلات كلادي Thank you.
هذا الماكينه تتبع الاخ وليد مجد ومستعد للعمل في اي وقت.